أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات برنامج التعليم المفتوح تلت أول مدمج، استكمالا لمحاضرات مكرر القيادة الإدارية الفعالة. الوحدة الثانية إدارة التغيير. أولا، قوى التغيير. تواجه المنظمات في الوقت الحاضر ظروف بيئية وقوى تفرض حتمية التغيير، وقد تأتي قوى التغيير من البيئة الخارجية، سواء من المتغيرات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو التكنولوجية أو القانونية، ومن الممكن أيضا أن تأتي من البيئة الداخلية وتتمثل في الإشارات التحذيرية التي تشير إلى أن التغيير أصبح حتمي وضروري كارتفاع نسب الغياب ودوران العمل داخل المؤسسة. ثانيا، أسباب التغيير. تتعدد أسباب التغيير بالمنظمات المختلفة، ومنها دوافع المديرين نحو تحقيق الذات والإنجاز والرغبة في المخاطرة. 2، التغيير في شكل الملكية، التحول من شركات أشخاص إلى شركات أموال، الاندماج، الخصخصة. 3، ضعف الأداء بالمقارنة بالمنافسين أو بالفترات الزمنية السابقة، ارتفاع شكاوى العملاء، انخفاض مؤشرات الربحية، ارتفاع معدلات الغياب. 4، كثرة الأزمات التي تواجهها المنظمة. 5، تقادم المنتجات أو الجانب التكنولوجي. 6، دوافع الرغبة في إعطاء مزيد من المرونة والتكيف مع متغيرات البيئة المحيطة. 3، استراتيجيات التغيير. يمكن تقسيم استراتيجيات التغيير إلى مدخلين، هما التغيير الشامل أو الجذري والتغيير الجزئي أو المتدرج. بالنسبة للتغيير الشامل أو الجذري، يعبر عن إعادة تهيئة رسالة المنظمة وأهدافها واستراتيجيتها وعملياتها، ويشمل جميع جوانب المنظمة السلوكية والتنظيمية والتكنولوجية. أما التغيير الجزئي المتدرج لا يشمل تغييرات في رسالة المنظمة أو أهدافها، بل يكون الهدف تدعمها. ومن أمثلة التغيير الجزئي المتدرج تغيير في تصميم الوظائف، تغيير في الجانب التكنولوجي، تغيير في الهيكل التنظيمي. رابعا، طرق إدخال التغيير. يوجد 3 طرق أساسية لعملية التغيير، إما أن يكون التغيير من أعلى إلى أسفل، أو التغيير من أسفل إلى أعلى، أو التغيير من خلال المشاركة. بالنسبة للتغيير من أعلى إلى أسفل، يأخذ هذا النوع من التغيير اتجاه خط السلطة، حيث تستخدم الإدارة العليا سلطتها في توجيه هذا النوع من التغيير. ويحقق هذا الأسلوب السرعة في إدخال عملية التغيير، ولكن له آثار سلبية تتمثل في خفض الروح المعنوية للعاملين ونقص التأييد والدعم من جانب المستويات الإدارية الدنيا لعملية التغيير. أما بالنسبة للتغيير من أسفل إلى أعلى، فتأتي المبادئة لإحداث التغيير من جانب المستويات الإدارية الأدنى، أو قد تطلب الإدارة العليا منها قيادة عملية التغيير، ويتم تطبيقه في إحدى الإدارات أو الوحدات الإنتاجية قبل أن يمتد لبقية أجزاء المنظمة. وعادة ما يكون التغيير على هذا المستوى ضيق النطاق،
وقد لا ينتشر تطبيقه إلا بتدعيم الإدارة العليا. أما بخصوص التغيير بالمشاركة، تكون المسؤولية مشتركة بين الإدارة العليا والأفراد في المستويات الإدارية الأدنى، إذ يعمل الفريقان على تشخيص المشكلة ووضع الحلول الخاصة بها ثم تنفيذ عملية التغيير. خامسا، مراحل إدخال التغيير. مرحلة التهيئة، مرحلة التخطيط لعملية التغيير، مرحلة الحركة أو إدخال وتنفيذ التغيير، ثم مرحلة إعداد قيادات التغيير، وأخيرا مرحلة تثبيت التغيير والرقابة. مرحلة التهيئة وتعني جعل التنظيم في حال التهيئة لإدخال التغيير والتمهيد له وفهم الخطط وكيفية تنفيذها. مرحلة التخطيط لعملية التغيير وتتضمن تقييم البيئة المحيطة، تحديد فجوة الأداء، تشخيص المشكلات، تحديد أهداف التغيير، وضع خطط وبدائل عملية التنفيذ، تحديد القوى المدعمة لعملية التغيير. 3. مرحلة الحركة أو إدخال وتنفيذ التغيير، حيث يتم في هذه المرحلة تنفيذ خطة التغيير وتتطلب التدرج في تنفيذ خطة التغيير، المناقشات المستمرة عن عملية التغيير، مشاركة الأفراد العاملين في عملية التغيير، خلق مناخ من الثقة والصدق، تطبيق التغيير في الأقسام الأكثر تقبلا له أولا. 4. مرحلة إعداد قيادات التغيير. إن اختيار القيادات ذات الاتجاهات المشجعة والمدعمة لعملية التغيير والتي يتوافر لديها الحماس والطموح والقدرة على الإنجاز يساعد كثيرا في نجاح عملية التغيير. المرحلة الخامسة هي مرحلة تثبيت التغيير والرقابة، وتهدف هذه المرحلة إلى جعل التغييرات الجديدة جزءا من ثقافة المؤسسة، وتساعد نظم الرقابة وتقييم الأداء على تدعيم تلك السلوكيات التي تحملها الخطة التغيير. 6. أسباب مقاومة العاملين للتغيير. تواجه المنظمات عند قيامها بالتغيير المخطط العديد من المشكلات ناتجة من عدم استجابة العاملين لقبول عملية التغيير، ويتحول هذا الشعور لمواقف عدائية تتمثل في مقاومة العاملين لهذا التغيير. ومن ثم فإن أسباب مقاومة التغيير ترجع لعديد من العوامل، يمكن توضيح بعضا منها على النحو التالي. 1. العادات التنظيمية أو الروتين، وهي نمط السلوك الذي اعتاد عليه الأفراد في أداء الأشياء. 2. تجاهل التفاعل والترابط بين أجزاء المنظمة وأجزاء النظام الاجتماعي. 3. الاتجاهات، وهي حالة فكرية قد تؤثر سلبا أو إيجابا أو حيادا على سلوك الشخص تجاه الأشياء. 4. تأثير الجماعات والأفراد ذوي القوة والنفوذ. فإذا كان اتجاه الجماعة أو الأفراد ذوي القوة والنفوذ يرى أن التغيير له تأثير سلبي على مصالحهم الشخصية، فإن هذا يؤدي إلى مقاومة الأفراد لهذا التغيير. 5. التهديد لمكانة الفرد ومركزه، إذ يترتب على التغيير إعادة توزيع السلطات، وبالتالي تهديد علاقات القوة والنفوذ داخل التنظيم. 6.
الخوف من المجهول والشعور بعدم الأمان الوظيفي، حيث يعتبر الخوف من المجهول أو الخوف من نتائج إدخال التغيير والشعور بعدم الأمان الوظيفي من الأسباب الهامة والرئيسية لمقاومة العاملين لعملية التغيير داخل المؤسسات. 7. ضعف نظام المعلومات والاتصالات. يؤدي ضعف نظام المعلومات والاتصالات وعدم معرفة الأفراد لطبيعة عملية التغيير وعدم إشراك العاملين في عملية التغيير والإعداد له إلى مقاومة كبيرة من قبل العاملين لهذا التغيير. القوى المداعمة للتغيير. حتى يحقق التغيير أهدافه، فإن ذلك يقتضي أن تتعرف الإدارة على بناء القوى المداعمة للتغيير والتي تساعد على علاج مقاومة العاملين له، ومنها 1. تحديد الرؤى والأهداف بوضوح كامل، حيث تحديد خطة التغيير والبرنامج الزمني للتنفيذ والقيادات المسؤولة والموارد المطلوبة لعملية التنفيذ. 2. الاتصال والإقناع والمشاركة، حيث تساعد مشاركة العاملين في صنع القرار على تدعيم الاتصالات المباشرة بين الإدارة والعاملين وتحقيق الاقتناع بأهمية عملية التغيير. 3. المشاركة في المنافع والشعور بالأمان. يعتبر شعور الأفراد بالمشاركة في منافع ومزايا إدخال التغيير والشعور بالأمان الوظيفي من العوامل الهامة والمدعمة لعملية التغيير. 4. استخدام قوى الجماعات، حيث تلعب الجماعة دورا كبيرا في تحديد استجابة الفرد في قبول أو مقاومة التغيير، وكلما استطاعت الإدارة استخدام قوى الجماعات والتنظيمات غير الرسمية ساعد ذلك كثيرا على قبول العاملين لعملية التغيير. 5. العقاب. قد تلجأ الإدارة إلى العقاب بالتهديد بتخفيض أو فقد الوظيفة أو النقل إلى وظيفة أخرى، وتحقق هذه الطريقة السرعة في التغلب على مقاومة التغيير ولكن في الأجل القصير، ولكنها تؤثر على اتجاهات الأفراد وقد يكون لها نتائج عكسية وسلبية في الأجل الطويل.